أما هلأ مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة وعالم الجمال والتجميل والعناية بالشعر. مشكلتنا كلنا كل الصبايا قديش عندنا هذا الهاجس إنه نعتني بشعرنا يكون صحي، وخاصة مثل اليوم مثلا، يعني نحن بس بدنا نقطع من غرفة الماكيرة والشعر لهون، فكانت مشكلة مطر كتير. هذا المطر مع السبري مع الحرارة مع هدول القصص بيعمل اكيد مشاكل بالشعر. اليوم نحن كيف قادرين نحافظ على هذا الشعر؟ كيف قادرين نحن نتبع نظام غذائي نقدر من خلاله نحقق التوازن اللي بيعطي فائده لشعرنا، ان كان من الحراره، الفير، السشوار، المواد الكيماويه، الصبغات، كله له تاثير سلبي على الشعر. رح نحكي اكثر بهذا الموضوع، وخاصه مع تغير المناخ والطقس مثل ما عم نشوف. لا لا الله يبعث الخير. اكيد مع ضيفنا لليوم خبير التجميل عساف عساف. بدي لك يسعد لي صباحك واهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك. صباح الخير واهلا وسهلا. خلينا بالبدايه نحكي كيف فعليا فينا نعمل روتين العنايه بشعرنا بشكل يومي، خصوصا مع تغير مثل ما قلنا المناخ، بتلاقي الشعر عم يتعب جاف وبنفس الوقت ما يكون مكلف. يعني مش كل الصبايا قادرين اليوم يروحوا على صالون نعمل، بنشوف وبنسمع عن جلسات بروتين وقصص وتغل في شعرك، بس هي مكلفه. فيني يمكن انا بعض الخطوات ممكن اعملها روتين يومي او اسبوعي، حمامات زيت او كريمات ممكن فعليا تفيدنا. تمام. هلا اكيد تغيير الجو بفصول السنه له علاقه كثير كبيره. عندنا فصل الخريف طبيعي 100% انه يهب الشعر. اول شيء بتخف اشعه الشمس، بصير المناخ بيختلف، برد، بتعرفوا انه شتويه كنكنه وهيك. اول شيء بالنسبه لموضوع الشعر، في عندنا موضوع الغذاء، هذا 100% يعني التغذيه كثير ضروريه، يعني نقص فيتامينات، نقص بروتينات، نقص كل شيء. في فيتامينات حتى بتقول لك انه في بعض الفيتامينات انه الناس بتاخذها للشعر والاظافر. طبعا طبعا. وبالنسبه لموضوع هب الشعر، يعني ممكن هلا في عندنا كميه محدوده انه نتقبلها انه يهر شعرنا فيها. فرضا يعني عندنا باليوم من 50 او لل 100 شعره، يعني ممكن يكون الوضع طبيعي، ولكن في فصول يعني مثل هلا الخريف بصير يهب بتبديل كمية اكبر. هي موضوع طبيعي، هو يعني كثير عادي. هو الشعر دائما بصير فيه تجديد، يعني حكينا انه مثلا هلا فتنا بمرحله هر ورق الشجر، الشعر نفس الشيء، يعني كلها مرتبطه ببعضها اليوم، ببعضها الكون سبحان الله. فالتغذية كثير ضرورية، يعني بغض النظر انه انا في صبية بتعمل شعرها كثير، بتلون كثير، هذا الموضوع ما له علاقة بالخريف لانه هذا موضوع موسمي طبيعي هذا الشعر. عساف، كثير الصبايا بشكل عام، يعني نحن كثير بنحب اليوم انه نحن نغير لون شعرنا بين الفترة والتانية. صحيح. وخاصة وقت بيكون في حمامات كتير، فبيقولوا انه بيروح اللون او بيخف، نرجع نضطر نعمل صبغة جديدة. بنحب نعمل موديلات بشعرنا، هدول القصص الاجراءات مثل ما قلنا الحرارة والمواد الكيماوية عم تأثر سلبي. اليوم في شيء ترميمي لهذا الشعر كرمال نحمي؟ يعني احنا نضل على عادتنا اليوم نغير لون شعر، نغير صبغة، نغير موديل، ولكن احنا يعني مأكدين على قصة أنه نحن عاملين حماية لهذا الشعر. تمام. هلأ موضوع الحمام الزايد أكيد غير مناسب، وقلت الحمام كمان غير مناسبة، يعني يفترض أنه يتحمم الشعر 3 مرات خلال الأسبوع. أي بشكل طبيعي وصحي وحقيقي. بالنسبة لموضوع الألوان، الألوان مثل ما قلنا موضة، صبية بتحب تغير، ولكن كل شيء يعني بزيد عن الحاله الطبيعيه بصفي غلط، بصفي مؤذي، بصفي بضر للشعر، للبصله، للاوعيه تبع الشعر، للراسين تبع الشعر، كله هذا يعني بتلاقى بعدين. يعني ممكن انه نحن ننبسط بلون شعرنا بهي الفتره، غيرنا بعد فتره صغيره هذا بصير. طيب عساف، اليوم الصبيه ما فيك انت اليوم تقنعها انه انت ما تغيري اذا غير لون شعرك، اليوم بده يضرك، اليوم كذا، فنحن هيك عم نحكي على نقطه انه نحن بحاجه اليوم لشيء خلي يكون خط الدفاع الاول عن هذا الشعر. عم نسمع كثير بقصه البروتين والكريستال اللي هي بتغلف هذا الشعر، هل هي عن جد اليوم عم تحمي شعرنا قبل هدول الاجراءات؟ تمام. هلا هي عم تحمي شعرنا من الليس، من السشوار، من اي شيء حامي عم يجي على الشعره، لانه الشعره لها طبقه مغلفه
طبعا الحراره هي بتموت هي الطبقه هي الماده. فنحن اليوم وقت الصبيه عم تساوي وعم يبقى فتره من 6 اشهر للسنه او يعني بغض النظر عن انواع الشعر، انه في المجعد الفريزي كثير، في الطعجه الخفيفه، في الليس، يعني طبعا مريح جدا للست لانه ما يعني مثل ما قلنا انه في معايو اختصار للوقت بدها تطلع بدها يعني تمشي ما بده وقت كثير يعني لينشغل بالشعر. طيب لما اعطتنا ورا نصيحه بما يخص كيف فيني اعتني بشعري، يعني خلينا نعطي الصبايا بعض النصائح، يعني في بديل الزيت، في تعمل حمام زيت بالبيت، شو الشغلات اللي ممكن تعملها لشعرها تعتني فيها اسبوعيا؟ يعني هيك كم نصيحه انا كصبيه استفاد منها، انه بديل زيت او اعمل حمامات زيت، كيف اعتني بشعري؟ بنسمع انه لازم ما يتمشط وهو مبلول، شو الاسس اللي لازم انا مثلا امشي عليها للعنايه بالشعر؟ تمام، ضروري بعد الحمام نستعمل بلسم او كريم كونديشنر للشعر بحيث انه نمشطه. وفي كثير صبايا بتبلش بالشعر من فوق تمشط فيه، هذا الشيء كثير غلط، بصير في تقطيع فيه. اما الشعر نبلش فيه من تحت لفوق تدريجيا بالتمشيط بحيث انه مع الكريم مع البلسم بيعطي سهوله للتسليك بدل ما انه ازعج هذا الشعر وبصير فيه تنتيف وتقصيف. وخصوصي هو بالاساس بهي الفتره عندنا فتره تبديل. يعني هلا ينصح بتنشيف الشعر بعد الحمام فورا او طبعًا. لا بيقولوا انه اذا تم تنشيف فقط تنشيف لانه بيقول اذا تم مبلل ممكن بيعرضه للتقصيف اكثر ولا. طبعا كثير ضروري يتنشف لانه طبيعه الشعره بتغب مي وبس تعرضت للهواء بصير في ماس بين كان دافي الشعر وبين صار تعرض للهواء. وخصوصي بهي الفتره الموسميه اللي عم نمر فيها بتبديل الظروف المناخ من الشوب للبرد. طب حمامات الزيت بتنصح فيها؟ طبعا بننصح فيها، طبعا طبعا بننصح فيها. اليوم في عندنا مواد ومنتجات كثير بالبلد كثير ظريفه وكثير كويسه. هاي بتلاقي شيء ظريف، ايه في كثير شغلات ظريفه. هلا نحن اليوم بنجرب، وقت اللي عم نجرب شيء وبيعجبنا اغلب الصبايا بيجي. فيك تحط زيت الزيتون؟ هلا زيت زيتون لحاله ابدا ما بكفي، هلا في خلطات طبيعيه مثلا بنقدر نعملها بالبيت، زيوت مثلا بنقدر بنجيبها بالبيت بنخلطها بكميات مناسبه. عندنا يعني زيت زيتون، زيت اللوز، زيت الخس، زيت الخيار، زيت الخروع، زيت السبعه تماما، يعني بتنخلط وبتنعمل بالبيت. ولكن انه طريقه الحمام للشعر، تدليك المسامات، تدليك البصله، يعني في اوعيه دمويه بتتعامل برسيم الشعره، يعني بدنا ندللها للشعر، حاجه لمساج، بدنا ندللها بدنا ندللها بدنا ندللها، يعني بدنا نحافظ على هذا الموضوع لانه اي صبيه عفوا اي صبيه بتشوف حالها بشعرها. صحيح، يعني انت اذا بدك تطلعي مشوار اول شيء بيهمك بموضوع الجمال واطلالتك هو شعرك بالاول. كل ما دللنا كل ما اخذنا نتيجه احلى. طيب عساف خلينا نحكي اليوم عن موضوع القص. كثير بينصحوا فيه انه اليوم الكوفيريه كلها كان سيدات والرجال حتى انه مفروض كل فتره يصير في قص للشعر كرمال طرف الشعر يتنفس. الله يبعث الخير يا عساف ويتنفس ويطول يعطي رونق حلو يعني. وبيقولوا لك انه هذا القص بيعطي حاله نفسيه. هلا انا مع هاي القصه نور، يعني انا بحس انه اي تغيير موديل الشعر ممكن يغير نفسيه الصبيه. نحكي عن اهميه القص ونحكي هل عن جد في ايام محدده مفروض نحن اليوم نروح لقص الشعر او لا؟ موضوع الحاله النفسيه بتلعب دور كبير، كان بهر الشعر كان بنفسيه الصبيه. وتكون نفسيتها مرتاحه هي بتكون مبسوطه، بتنبسط بحالها، اذا طلعت بالمرايه بتشوف حالها كثير حلوه. يعني النفسيه كثير لها دور. بس غيرت شيء عندها تغيير من تماماً بعد التغيير. تماما. بالنسبه لموضوع القص طبيعي لازم كل فتره نطرف شعرنا، يعني هي الشعره اللي صار فيها تقصيف بيقولوا انه الشعر بيدقر اذا ما طرفنا وقت البيت، بيضل بيبقى في حيويه، في نضاره، يعني في له جماليته. فالمفروض بين الشهر والشهرين دائما نطرف، وشهرين ثلاثه حسب. هلا في ناس عندها نمو الشعر اكثر بسبب الغذاء، بسبب التغذيه، يعني كل ما قلنا في تغذيه بالنسبه للشعر كان يعطي جماليه
يعطي لون لمعه في ايام محدده على سافر القص او لا يعني انا ممكن انا بقول امتى ما كان الشعر تعبان لازم في له في ناس بتقول لك في ايام محدده وفي ناس بتقول لك ايده خضره يعني في حدا بيقص بتلاقي الشعر بيقول لك ايده خضرة اي في ناس بتقول لك من وقت ما قصيته عند المقص مسموم المقص منظير في الشخص ايده مش خضرة هي قديش صحيحه يعني كل هالقصص بتسمعها عند هي هي الحاله هي هي الحاله النفسيه يعني هلا بنرجع بنقول هي هي الحاله النفسيه انت بترتاحي بصالون او بكوافير او بخبير تجميل بتروحي لعنده بيكون اسلوبه بالعمل بالاستقبال هي بتعطيك حاله نفسيه صحيح. انت بتفائلك يعني ف بالنهايه عسافك بشكل سريع شو اخر الموضات القصات في شيء اليوم معين لهي السنه او لا شتويه يعني؟ هلا شو في شتي غير الطائيه غير مدير الطائيه هلا فايتين نحن على جو شتوي يعني كنكني يعني جو داكن الوان غامقه الوان الاحمر البني اللون النحاسي اليوم كثير عم نشوفه يعني اخذ صدى وطبعا اللون يعني الالوان هي مثل ما بيلبق لها الصبيه او الست وبتشوف حالها جميله فيه وبترتاح فيه بتسوي انا هيك بقول دائما انه احيانا بالموضه بالاحمر ما بتلبق لي ليلى شيء يعني واحد يعمل شيء هو مرتاح فيه اكيد اكيد رشا اكيد نتشكرك على وجودك معنا وشكرا كثير لك شكرا عساف صباحك حلو على طول وصباحك جمال صباحكم خير يا رب اهلا وسهلا بحضرتك